الممثل المغربي سعيد تغماوي شحال عنده غير في 2012 75 مليون دولار شبا والحرمل عليك وليدي سعيد شكون تاني بلاز وقت هذا هو العنوان ديال الوان مان شو الاخر ديال قاد المالح اسيدي قال لك في 2012 دخل 2.1 مليون اورو القفوزيه ديال لي سيليوطي وما دير الكوميديان ديالنا جمال الدبوز زوج نكيتات في 2012 دخلوا ليه شيك ديال 1.5 مليون اورو بلا ما نحسبوا الحلقه اللي كيدير في جامع الفنق واش كاين شي واحد في المغرب ولا لا سعيد النصيري الفضل ديالو جاي من زوج ديال الجوايه ممثل ومنتج كاينين شي انتاجات خلاو ليه تقريبا 80 مليون غير بالضحك ياك شكون من وراه بلاش كيفاش بلاش حتى هو بحال خو سعيد ممثل ومنتج سي محمد الجمل نقدروا نهضروا على 50 مليون الفوق هادشي مع الاذان ديال المغرب في رمضان البشير السكيرج بجلابه وطربوش ما يحضر حتى لشي مناسبه فنيه الا ما كانش شيك فيه 20 مليون وجبد البوغوز ديال السينما المغربيه رشيد الوالي خاصو اكثر من 100000 درهم على دور فيلم في ساعه ونص بلا ما نحسبوا الدراهم ديال الشاون مع الصافيه اولا لا السي الحسين الفنانه القديره امينه رشيد 100000 درهم للفيلم والسي حسن الفد ما يطلع بوحدو للخشابه الا ما كانش في جيبو 70000 درهم بلا تقديم وبلا اشهار وبلا انتاج خاص الشخصيه المواليه هي هذا شيك فيه زيرو درهم خاصو يتصرف في كازا نيغرا شرح لنا الله يخليك السي نور الدين شنو واقع